Focus to do Pomodoro Timer Extension هو عبارة عن إضافة تسهل علينا تنظيم القيام بالمهام المختلفة. تتوفر هذه الخاصية في Google Chrome Web Store ومتاحة بشكل مجاني. من خلال هذه الإضافة نستطيع تحديد المهمات في التاريخ والوقت، ويقوم البرنامج بحساب الوقت الزمني لإنجاز هذه المهمة وإعطاء تنبيهات لأوقات الراحة. تعتمد هذه الإضافة على الطريقة الموصى بها حديثاً بالعمل لمدة 25 دقيقة بتركيز كامل لكل مهمة، وأخذ 5 دقائق للراحة بين المهمات. وعند الانتهاء من 4 مهمات متتابعة يتم اتباع نظام الراحة لمدة 30 دقيقة. نستطيع أيضاً من خلال هذه الإضافة الحصول على تقارير أسبوعية وشهرية عن مدى الالتزام بالمهمات المحددة في وقتها، مستوى التركيز في كل مهمة بعدم تصفح مواقع أخرى أثناء أدائها، والكثير من التفاصيل. كما أننا نستطيع تغيير وقت أداء المهمات ووقت الراحة بما يتناسب مع نوعها. لتحميل هذه الإضافة نكتب جوجل كروم ويب ستور، ثم من خلال قائمة البحث نقوم بكتابة الإضافة المراد تحميلها Focus to do Pomodoro Timer. نقوم بتحميل هذه الإضافة، وبمجرد الانتهاء من ذلك نستطيع استخدامها عن طريق الرمز الموجود في صفحة جوجل كروم تحت مسمى إضافات أو Extensions. نقوم بالضغط عليها. بمجرد الضغط على الإضافة ستظهر لنا النافذة الخاصة بها. نستطيع مباشرة تحديد المهمات المطلوب إنجازها بعددها وبالوقت اللازم لها، ثم نستطيع البدء بإنجاز المهمة، وسيكون هنالك حساب تلقائي للوقت وأيضا حساب تلقائي لوقت الراحة عند الانتهاء من كل مهمة.